حاسس المقولة بتاعت شمال أفريقيا من زمان، الناس طبعا هنا عارفة إن فرق شمال أفريقيا فرق قوية، ولكن الحمد لله النادي الأهلي كويس، والنادي الأهلي عنده تيم كويس، والنادي الأهلي عنده لعيبة كويسة. النادي الأهلي خد بطولات كتيرة برضه في بطولة الأندية الأبطال وبطولة السوبر، والحمد لله النادي الأهلي برضه أصبح من الفرق الكويسة دلوقتي اللي تقدر تعمل ماتشات كويسة سواء داخل أو خارج. مفيش مدرب في الدنيا مش هيعتمد على لعيب واحد، إحنا بنعتمد على اللعيبة كلها المقاعدة أفريقيا، وكل ماتش له أسلوبه، كل ماتش له أداءه، وكل ماتش له تكتيكه وعناصر اللي تقدر تشتغل بيها يعني. فما فيش يعني عندنا، أتمنى لعبد الله السعيد إن شاء الله الشفاء، لأنه عنصر مهم في الفرقة، والبركه في اللعيبه الموجودين، لان احنا عندنا دلوقتي 22 لعيب مسافرين بيهم ان شاء الله. ما اقدرش اوحي بطريقه اللعبه دلوقتي، ما حدش يقدر يتكلم. اقصد ان احنا ممكن الغيابات هتخلينا نرجع نلعب بفرود واحد. لا ليه نلعب بفرود واحد ليه؟ هو عبد الله السعيد كان بيلعب فرود؟ لا يعني كان بسام، انت بتسال السؤال، انت بتقول عبد الله السعيد هتخلينا نلعب بفرود واحد؟ عبد الله السعيد كان بيلعب وسط ملعب. استنى بس، طبعا بس بيلعب باثنين تحتيه. عبد الله السعيد كان بيلعب وسط ملعب. طيب يبقى غياب عبد الله السعيد مش هيأثر ان انا العب بفرق واحد. غياب عبد الله السعيد لاعب مؤثر، ولكن ممكن الاقي البدائل ان شاء الله. تلعب للتعادل الماتش الجاي ولا فوز؟ لا يا حبيبي ان شاء الله نفوز، ما لو لعبت للتعادل هتغلب. لا اتناقش في صفقات دلوقتي نهائي. لا انا بقول ده بيشغل، ممكن يشغل اللعيبه. وارد ان يشغل اللعيب طبعا، لان اللعيبه ده بشر، وما بتيجي النهارده بتحاول تلمح له ان في حاجات زي كده، ما طبعا لازم تشغل ذهن اللعيب. انا مش عايز انتقد خطوطه، مش عايز انتقد فرقه، لان زي ما قلت لك الظروف بتختلف هناك، الظروف الرطوبه العاليه كانت مأثره على اداء لعيبه النجم الساحلي، ولكن النجم الساحلي فرقه كويسه وعندهم لعيبه كويسه وعندهم لعيبه دوليين كتير وعندهم ايضا عناصر مميزه يعني. مش عايز انتقد خط من الخطوط او لا، انا بقول ان هي فرقه كويسه، وده بيخلي الواحد يهتم ويخلي الواحد يبقى مركز في الموضوع. ده الكابتن علاء عبد الصادق طبعا والكابتن سعيد بيتولوا هم الامور دي كلها، وهم طبعا مرتبين كل حاجه للفرقه يعني عشان الفرقه تجد الراحه هناك وما تجدش اي مشاكل. والاخوه التوانسه يمكن نادي النجم الساحلي بيوفر كل الحاجات دي، الامكانيات، وموفر ايضا الملاعب اللي هي فرقه.